السلام عليكم أصدقائي الأطفال، في حصة جديدة من حصص دروس سالم عن بعد. اليوم سنقدم لكم موضوع اليوم، هو أحب الله ورسوله. حصة واحدة، الحصة الأولى. حصة الأولى، أهدى. أذرك ليس الزال، هذا الدال على السكون. أدرك ود أدرك أن محبة الله ورسوله واجبة. أعظم الله وأقتدي بنبي. أكتشف. حضر يونس خطبة الجمعة وتأكد أن محبة الله مقترنة بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه. استمع وأناقش. قام استمع وأناقش زمرة. حضر يونس، أين حضر يونس؟ حضر يونس خطبة الجمعة. أحسنت. محبة الله المذكورة في هذا النص مقترنة بماذا؟ بحب الرسول وباتباعه. اعطيني يعني جملة كاملة. نعم، قلت لك تجويل. قلت محبة الله مقترنة بماذا؟ محبة الله مقترنة بماذا؟ ليس بماذا، بماذا هي باش غتقولي انت بماذا؟ نقول لك شنو هي. يلا، بماذا محبة الله مقترنة بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه. أحسنت. ما معنى مقترنة؟ مقترنة لا أعرف، يعني دائما تجدهما معا. إذا كانت هناك محبة لله، شخص يحب الله، فإنه حتما سيكون محبا للرسول، وإن كان يحب الرسول فإنه يحب الله، لأن محبة الرسول من حب الله. إذن وكذلك اتباعه، وسنأتي يعني اتباعه. إذن هو قدوتنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ونحن ماذا نتبعه؟ نتبعه في ماذا؟ سنأتي على في الاستنتاج، نستنتج. استنتج، اقرأ. استنتج وأردد. أحب ربي خالقي وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم قدوتي. أحسنت. هنا قلت أحب الله خالقي. الله عز وجل يستحق المحبة، أليس كذلك؟ نعم. نحن نحب من نحب؟ نحب دائما من يفعل لنا أشياء جميلة. شكون اللي تنحبو باش انا غنشرح لك ربنا. ها، نشرح لك بالدرجه. دابا حنا تنبغيو تنفهم باللغه العربيه. ساحاول ان اشرح بالدرجه. حنا دابا تنبغيو دائما اللي تيحسن لينا، اليس كذلك؟ اللي تيدير لينا شي حاجه زوينه تنبغيوه. مثلا شي حد عطاك شي هديه زوينه، هدية غالية مثلا، واش غادي تحبو ولا ما غادي تحبو؟ دابا غير تجاوبني على هاد الأسئلة. بحال شي مكانة غالية، شي حد عطاها ليك، واش غتحبو ولا ما تحبوش؟ ها؟ نحبو. والله عز وجل ماشي عطانا غير المكانة، عطانا العمر ديالنا كله، عطاه لينا الحياة ديالنا، عطاه لينا، خلقنا. ما عرفتيش شنو هي خلقنا؟ ما كناش حتى شي حاجة،
ولينا، شكون اللي خلقنا؟ شكون اللي ربنا. ربنا، ومشي غير الخلق، بل خلقنا ورزقنا وهدانا للخير وهدانا للإسلام ورزقنا الصحة ورزقنا الأكل والشرب واللباس. خصنا نقولوا الحمد لله. ها خصنا نقولوا الحمد لله، وهكذا ما حدنا حنا تنقولوا الحمد لله، فإننا ماذا؟ سنحب الله عز وجل، فهمتي؟ ونقول الحمد لله. إلا حبنا الله نحب حتى الرسول، إلا حبنا الرسول نحب حتى الله. إذا باش كيفاش نديرو باش نحبو الله؟ خصنا دائما نذكروه، حيت دائما حنا دابا الناس ديما شكون اللي تنذكرو بزاف؟ الحاجة اللي عزيزة علينا تنبقاو نذكروها بزاف، ياك؟ نعم. واش معايا ولا لا؟ نعم. كاين اللي عزيز عليهم مثلا شي رسوم ولا شي حاجة، تيبقاو يهضروا على داك الرسوم، اش داروا في هذاك الرسوم، اش داروا. اللي عزيز عليهم اللعابة راه تيبقاو يهضروا ديما على اللعابة، وماشي غير تيهضروا عليهم، وتتفرجوا فيهم في اليوتيوب، وتتفرجوا فيهم في التلفازة، بحال الكرة، غير بحال الكرة. ولكن حنا دابا باش يكون الله عزيز علينا، خصنا نتفرجوا نسمعوا القرآن، كلام الله، حيت كلامه، ونقراوه ونحفظوه، ونسمعوا شي واحد اللي تيهضر شحال هذه ونسمعوا شي واحد تيهضر عليه في الانترنت، ماشي غنبقاو. اذا باش نجي تجي فينا باش نكونوا تنحبوا الله، خصنا نذكروه بلساننا ونشكروه، نقولوا الحمد لله، نقولوا سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، وكذلك نتصنتوا ليه في الانترنت وفي التلفزه وهذا وهذا. هذا فيما يخص احب ربي وخالقي. والله عز وجل كما نجيو على هذه الايه من بعد، واحب رسوله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله، واحب رسوله صلى الله عليه وسلم قدوتي. اذا علاش غنحبوا الرسول؟ حيت هو اللي تنقتديو به، فهمتوا؟ فهمتي كيفاش تنقتديو به؟ يعني هذا الدين ديالنا كله، اللي بالدين ديالنا غندخلوا للجنة برحمة الله، ثم بداكشي تنديرو ديال الحسنات. يعني شكون اللي ورانا داكشي كامل ديال الخير اللي به غندخلوا للجنة وبغير ضالين الله؟ شكون اللي وراه لينا؟ الله، ربنا، الله، ثم رسوله، ياك فهمتي؟ الصلاة، ورانا الصلاة، ورانا كيفاش نحجوا، ورانا كيفاش نزكيو، وراني كيفاش نتعاملوا مع الناس، مع الوالدين، مع كل شيء. داكشي شكون اللي وراه لينا؟ الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوه ديالنا، هو اللي خصنا نتبعوه، وهو اللي علمو الله، هو راه علمو، واش فهمتي؟ علمو علم جبريل، وجبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم. مزيان، يلا. اذا داكشي علاش خصنا نحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حيت هو اللي تيورينا طرق الخير كلها، هو اللي وراها لينا كاع الحاجات الزوينين، وراهم لينا. خصنا نحبوه ويكون عزيز علينا بزاف، فهمتيني؟ حيت اذا نمشيو لهنا، استثمر واطبق، استثمر واطبق، ورتب بالارقام، واحد اثنان ثلاثة، واكون جملة. الجملة هي مجموعة ديال الكلمات عندها نفس المعنى، عندها معنى مفيد. واسمعني بعدا، دابا مثلا فاش غنقول لك، اسمعني يا عبد الرحمن باش نعرفوا شنو هي الجملة بعدا. فاش نقول لك ذئب، حاسوب، بيت، واش هذا؟ هادو مجموعة ثلاثة الكلمات، ولكن واش هما جملة؟ لا. علاش؟ لأنهم ما عندهمش معنى معين. ولكن فاش تنقول لك أكل محمد التفاحة، تجاوبني على هاد الأسئلة ديالي. أكل الولد بوم، هي التفاح، التفاحة، واش هذا كلام مفيد؟ نعم، مفهوم. إذا هذا هو الجملة، الجملة فاش تكون عندنا مجموعة كلمات وعندنا معنى. هنا كاين واجب على، هنا حب الله ورسوله كل مسلم ومسلمة. إذا للأسف هنا الوقت قليل. اسمع اسمع، أنا احنا غنرتبو حب الله ورسوله. علاش ما تقولش لي نقول ندلك من هادي ونقول لك هادي ونقول لك هادي؟ دابا ما عندناش الوقت غادي نسالي الفيديو دابا، داكشي علاش درت هادي. السلام عليكم.